كوريا الشمالية تعلن عن إصابة مئات من العائلات في مقاطعة هوانغهاي بمرض في الأمعاء، مع مخاوف كبيرة من تفشي المرض ده بين باقي المقاطعات. دعا زعيم البلاد كيم جونغ أون المسؤولين لضرورة احتواء الوباء في أسرع وقت ممكن. كمان أشارت معلومات عن أن المرض قد يكون الكوليرا أو التيفويد. وبعيداً آلاف الكيلومترات عن كوريا الشمالية وتحديداً في إقليم كردستان العراق، شهدت محافظة السليمانية خلال الأيام اللي فاتت تسجيل العشرات من حالات الإصابة بالإسهال والحمى والقيء، ليتم الإعلان من قبل مصادر صحية عراقية عن تسجيل عشرات الإصابات بمرض الكوليرا واللي غاب لعشرات السنين عن البلاد. فإيه قصة المرض القديم اللي بدأ ينتشر بشكل واسع؟ الكوليرا مرض بتسببه أنواع من البكتيريا واللي بتقوم بإفراز سم داخل الأمعاء الدقيقة للإنسان، الأمر اللي بيدفع الجسم لإفراز كميات كبيرة من الماء، ما يؤدي للإسهال وفقدان السوائل من الجسم. إزاي وفين ظهر المرض ده لأول مرة؟ بحسب منظمة الصحة العالمية، ظهرت الكوليرا خلال القرن ال19 في دلتا نهر الجانج في الهند، لتشهد انتشاراً كبيراً في كل أنحاء العالم. بحسب التقديرات، تتراوح حالياً أعداد الإصابات بالكوليرا بين 1.3 و 4 ملايين إصابة، فيما يتسبب المرض بوفيات تتراوح أعدادها بين 21 ألف و 143 ألف في جميع أنحاء العالم. إيه هي أهم أعراض الكوليرا؟ القيء والإسهال المفاجئ واللي من الممكن أنه يتسبب خلال ساعات لحالة من الجفاف الشديد لدى جسم المصاب، واللي ممكن يؤدي لتشنج في العضلات، الوهن والعطش الشديد. الجفاف في جسم المصاب وفقدان الماء والأملاح ممكن يكون له مضاعفات كبيرة وخطيرة، منها الفشل الكلوي، الصدمة، الغيبوبة، وصولاً للموت. السؤال الأهم هنا، هل من علاج لعدوى الكوليرا؟ منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة إعطاء المصابين محاليل فموية لتعويض النقص في السوائل، فيما يوصي بإعطاء المصابين اللي بيعانوا من درجة جفاف شديد السوائل عن طريق الوريد، بالإضافة للمضادات الحيوية. كمان بيتوفر في العديد من البلدان بعض اللقاحات للحماية من مرض الكوليرا. ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يتم إعطاء لقاح يؤخذ عن طريق الفم للراغبين في السفر للمناطق الموبوءة بالمرض قبل 10 أيام من السفر. ودلوقتي نسيبكم مع أهم طرق الوقاية من المرض في حال زرتم أي من المناطق الموبوءة بالمرض ده.